كاس العالم اكبر حدث رياضي يصير في العالم. اذا بنقيسها على المشاهدات فكاس العالم اللي فات بس حصل 3.5 مليار مشاهدة، يعني نص سكان الكرة الارضية كانوا يتابعونه. مع كل حدث ضخم نفس كاس العالم دائما في مبالغ رهيبة تندفع على اشياء غريبة ابدا ما تستحق هالمبلغ اللي تندفع عليه. اليوم نبتدي اول مقطع من سلسلة مقاطعنا حق كاس العالم باغرب اشياء انباعت في تاريخ كاس العالم. نبتدي مع اول شيء في حلقة اليوم واللي هو كاس العالم المسروق. اي نعم، كاس العالم المسروق ونباع بعد. بما ان كاس العالم يصير مرة كل 4 سنوات فالشيء جدا جدا صعب على اللاعب انه يشارك في كاس العالم اكثر من مرة. يعني تخيلوا لازم يكون في عز مستواه، يكون اساسي في المنتخب، لازم منتخبه يتأهل اصلا حق كاس العالم، لازم ما يكون عنده اصابات او شيء وقت كاس العالم. يعني في اشياء كثيرة تأثر على اللاعب ومشاركته في كاس العالم. ما بالكم اذا قلت لكم فوزه بكاس العالم، يعني غيرنا بالموت وصل حق كاس العالم، لا يفوز بكاس العالم. فبالتالي في رقم جدا صعب اي احد يوصل له واللي هو اكثر عدد فوز بكاس العالم واللي هو حامل اللاعب البرازيلي بيلي الاسطوره. ما له داعي، فاز بثلاثه كاس عالم. اوكي، مو لا شارك في ثلاثه، لا لا لا، فاز بثلاثه كاس عالم، يعني عنده ثلاثه هاللون مصففين في البيت. خلونا نروح حق سنه 1970 لما البرازيل فازت في ثالث كاس عالم لها. برازيل 3 كامبيون دو موندو وميليور فوتبول دو. وكان قانون وقتها ان المنتخب لما يفوز 3 مرات الفيفا او الاتحاد اللي مسوي كاس العالم يقول لهم تفضلوا هاي كاس العالم، يلا اخذوه ودوه البيت عندكم حلالكم. زين ذلاك خذوا كاس العالم، احنا شنو نسوي؟ احنا كفيفا نروح نسوي كاس عالم جديد، وهاي الكاس العالم اللي سووه بعدها. الغريب في الموضوع لان اول مره كاس العالم خلاص ينأخذ من الفيفا ويروح خلاص يثبت في ديره، فحزتها بعد 13 سنه او شيء كذي انسرق كاس العالم. اي نعم، كاس العالم بنفسه انسرق. هذه موضوع ثاني، شلون انسرق وشلون لقوه، هل لقوه اصلا؟ يمكن نتكلم عنه في حلقة ثانية اذا ودكم. بس الحين خلينا نروح حق سالفتنا الاساسية، شنو المبلغ، شنو الشيء اللي انباع، قل لنا. الحين نرجع حق اللاعب بيلي اللي قلت لكم عنه، الاسطورة اللي فاز بكاس العالم 3 مرات. فالله يسلمكم، انتم كمنتخب فايزين بكاس العالم يعطونكم نسخ من كاس العالم. بيلي كان من اللاعبين اللي عنده انجازات وميداليات وكؤوس مصففهم في البيت، الا ان بعد اعتزاله بدا شوي يعني يبي فلوس، يعني شوي بدا يفلس يمكن، ما اعرف شنو ظروفه، بس قرر انه ببيع نسخه كاس العالم الثالثه اللي عندي اياها. كاس العالم اللي انسرق نسخته القبليه قرر يبيعها، ولان كان كاس العالم نفسه من اللاعب الاسطوره الوحيد اللي فايز بهالعدد من الكؤوس فالسعر كان في السماء، غالي غالي غالي. فبداوا المزاد وبداوا الناس يزايدون ويزايدون ويزايدون الى ان تعدى ال 500,000 دولار حق نسخه كاس العالم، مو الاصلي، مو المسروق نفسه، لا لا، نسخة كاس العالم المسروق. يعني الريال فاز بكاس العالم، حصل الكاس، فرح فيه، استانس، خلص، قال اوكي تعرفون شنو؟ خلنا نبيعه. طبعا تصرح بعدها قال ان انا يعني عذري مو اني ابي الفلوس، انا مجرد ابي محبيني ومتابعيني يكون عندهم جزء من تاريخي. كيفه كيفه كيفه، خلنا نروح حق الموضوع الثاني، كيفه بيلي كيفه، اسطوره يعني ما نقدر نقول شيء. اوكي خلنا نروح حق شيء اغرب، الاستيكرات يا جماعه، لا مو اللي نستعملهم في الواتساب وهاللون، لا 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 لا، الاستيكرات الاصليه الملصقات، تاخذهم تلصقهم على اللابتوب، على الطاولة، على الدفتر، اللي يكون. هي هواية يمكن تكون غريبة حق البعض بس هي منتشرة بشكل عود في العالم، خصوصا عند متابعين مشجعين الرياضات، اللي هي تجميع البطاقات والاستيكرات. وطبعا في يومنا الحالي كل ما صار الشيء نادر اكثر كل ما زاد سعره. فبالتالي في شركة اسمها بانيني، هاي الشركة معروفة ان دائما كل كاس عالم تسوي مثل كتاب او دفتر، تشتري استيكرات ويلا تحاول تملي الفراغات الموجودة، تحاول تحصل كل اللاعبين الموجودين، كل الملاعب الموجودة، كل شيء يخص كاس العالم. يعني كأنه في فراغات وانت تشتري بطاقات بالحظ وتشوف حظك هل تحصل هاي الفراغات ولا لا. صدقون خلنا نروح حق حمود ارويكم الكتاب عشان تفهمون اكثر. هاي الدفتر اللي اقول لكم عنه يا جماعه، كرتوه هني، اوكي طبعا بنزيما مو هني، عندنا هازارد. حمود سؤال زين، كم هاي الكتاب؟ ها يمكن ب 70 باوند. بس جريبه فاوله كامل ولا يبقى صعب؟ تقريبا عندي كل اللاعبين بس البرتغال اللي الحين ما عندي كريستيانو. المهم في سنة 2014 في شخص كمل الكتاب 2002، كمله كامل بكل الفراغات اللي فيه، قرر انه يلا عندي الكتاب ابى ابيعه. فعلا عرض الكتاب في المزاد في سنة 2014 ونباع ب 1200 دولار امريكي. قد ما يكون مبلغ كبير بس لو تفكر فيها هو مجرد كتاب
في استيكرات، بس حق اللي يجمعون هاي الاستيكرات يمكن يكون شيء نادر جدا وذكريات وغيره من الاشياء. اوكي خلنا نترك كؤوس العالم اللي ما لحقنا عليها ما كنت مولود فيها، خلنا نروح حق قصة حديثة واللي هي في 2014 كاس العالم البرازيل. هاي كان بالنسبة لي من اقوى نسخ كاس العالم اللي شفتها، كان كاس عالم بتكامل نوعا ما كاحداث كاشياء صارت في كاس العالم، كان رهيب رهيب رهيب. خلونا نطوف مباشرة حق النهائي اللي كان فيه الارجنتين اللي كافحوا وتعبوا وسووا كل اللي يقدرون عليه عشان يوصلون حق النهائي، وكانوا ياهم ميسي اللي يبي يفوز باول كاس عالم له لو شنو صار. وفي المقابل الجهة الثانية كان عندهم المانشاف الروبوتات الالمانية يا جماعة، كانوا مو طبيعيين ما يرحمون. يعني ابسط مثال المباراة اللي قبلها في النص نهائي راحوا حق اكثر منتخب فاز بكاس العالم، قالوا مين اكثر واحد فايز بهالكاس؟ البرازيل، تعال بوم 7-1 عطوهم في نص نهائي يا جماعة، كان يعني فعلا منتخب مرعب مرعب مرعب. 7-1 في نص نهائي، فاثنيناتهم واصلين النهائي وكان نهائي جدا 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 قوي، وجمهور كل منتخب معروف انه جدا كبير وجدا قوي. فوق كل ذي اثنيناتهم متحمسين انه خلاص بناخذ النهائي، فتعرفون في ناس عندهم فلوس قالوا منتخبي وصل النهائي لازم اشتري تذكرة لو شنو صار لو شنو مبلغها. وفعلا عندنا أغلى تذكرة باعت في تاريخ كأس العالم حق نهائي كأس العالم 2014 بمبلغ 39,000 دولار أمريكي. بس عشان تكونون في الصورة، نهائي كأس العالم قطر أسعار التذاكر حق النهائي تقريبا 1,000 دولار في هالحدود، فهاي 39 ضعف، وكان في 2014 فيمكن عادي التذاكر كان أرخص. تخيلوا لو اللي كان شاريها كان واحد أرجنتيني هاللون وراح شاف المباراة متحمس ولا يشوف منتخبه يخسر في النهائي وهو دافع هالمبلغ. مسكين مسكين. تجهزوا يا جماعة لأن القصة هذه عن المنتج اللي انباع بأكبر مبلغ في تاريخ الرياضات كلها، مو بس كاس العالم، مو بس كرة القدم، رياضات كلها. نروح حق كاس العالم 1986 مع الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. هالحدث اللي صار هو أكبر حدث أثار ضجة في تاريخ كاس العالم يا جماعة، لليوم الناس تتكلم عنه مع أن مارادونا توفى، مع أنه صارت في سنة 86، مع أنه لليوم في ناس تتكلم عن هاي الحدث، يسمونها الحدث لامانو دي ديوس واللي هي تترجم الى يد الآلهة والعياذ بالله. يعني روح حق ربع النهائي في كاس العالم بالارجنتين وانجلترا، طبعا دائما معروف ان بينهم نزاعات مو بس في كرة القدم لا سياسية، بريطانيا كانوا محتلين الارجنتين وكان في جزر ارجنتينية الارجنتين محتلينها اللي يجون بريطاني يهاجمون عليهم وياخذونها، مشاكل سياسية كبيرة. فنروح حق كأس العالم في سنة 86 وبالتحديد مباراة الربع النهائي، كان في هجمة حق الأرجنتين، قاعد يحاولون يلعبون باسات باس باس باس، والكرة شوي تبتعد عن مهاجم الأرجنتين، فيقوم المدافع الإنجليزي يقول برجعها حق الحارس بكل سهولة، يركلها هاللون حق الحارس عشان يولها بيده بكل سهولة مسموح وقتها. إلا مرة واحدة الكل يشوف مارادونا القصير قاعد يركض 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 رايح حق الكرة، الكل يشوف يقول لا مستحيل، يعني حارس أطول من مارادونا بعشرين سنتي، فيعني فرق الارتفاع بينهم أبدا مو بسيط. فتشوف الحارس يركض وينط ويمد يده على اساس بس بيبعد الكره، ولا في نفس الوقت مارادونا ينط يعطيك جمب عالي هاللون نط عالي في الهواء، وبكل بساطه هو ناط في الهواء يحاول يحرك راسه كانه بيضربها براسه ويعطيها بوكس سريع كذي بيده ويدخلها في الجول بيده يا جماعه بيده. اي نعم. ونلاحظ بعدها مارادونا اول ما نزل على الارض مباشره ركض يحتفل وهو يحاول يلمح بس الحكم، ما يفتر على الحكم، لا لا يلمح الحكم اذا كان بيلغي الهدف ولا لا، لانه هو عارف انه هو لامسها بيده. وفي نفس الوقت كان ينادي زملائه واللاعبين معاه الفريق منهم تعالوا احتفلوا معاي احتفلوا معاي. وبعدين مستقبلا صرح اصلا قال اني سويت هالشيء عشان الحكم لو شافنا نحتفل ما بيكنسل الجول. ففعلا لاعبين الارجنتين والجمهور كلهم صرخون ربع نهائي ضد انجلترا مرشحين للفوز يبنى الجول الاول عليهم، مو مفتكرين شنو الطريقه اللي دخل فيها الجول. لا، اما في الجهه الثانيه لاعبين انجلترا خلاص شوي ويحرقون الملعب، راحوا حق الحكم يتظاهرون، مدافعين الحارس كلهم يتظاهرون، حكم بيده لامسها ضربها بوكس دخلها في جول، حكم ما تشوف حكم بالله عليك. فعندنا الحكم التونسي احمد معرفة قراسم الثاني قال اوكي بروح حق المساعد اللي هو واقف على الخط، اكيد شافها اكيد يعني يحسب التسلل ويلاحظ هالاشياء، راح حق المساعد والمساعد قال له فعلا كانت هدف صحيح ضربها براسه. فكان الحكم ومساعد الحكم اثنيناتهم شافوها هدف صحيح، وفعلا انجلترا قالوا اوكي نحاول نكمل لعب واحنا مظلومين نكملها مو مشكله.
طبعا وقتها ما كان في فار او تقنيه الفيديو انه يرجعون بالاعاده ويشوفون، لا 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 لا، ما كان في قوانين كثيره، فبالتالي احسبوها هدف. والمضحك في الموضوع ان مارادونا سجل هدف بعدها باربع دقائق، وهاي الهدف يمكن اعظم هدف في تاريخ مارادونا، حتى اعطوه لقب هدف القرن، مو بس السنه، مو بس العشر سنوات، لا لا، القرن بكبره، 100 سنه هاي اعظم هدف فيها. والمضحك في الموضوع ان الاغلب ما يتذكر هالهدف الرهيب العجيب، لا 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 لا، يتذكرون الهدف الاول اللي كان بيده. ليش؟ لانه كان السبب في فوزهم 2-1 على انجلترا، وبعدها تاهلوا وفازوا بكاس العالم هالسنه. وطبعا مارادونا ما تكلم عن الموضوع او اي شيء الا بعد 19 سنه صرح انه فعلا كانت بيدي. ضربتها بوكس، يعني مثل اي لاعب، انا ما بقول شيء دام الحكم حسبها، ويعني نوعا ما فيها غش وما فيها روح رياضيه شوي، بس هذه هي الكرة. المهم بعد ما شرحنا لكم هالقصة وأهميتها في تاريخ كأس العالم، نروح حق التيشيرت اللي كان لابسه مارادونا وقتها، نعرض في المزاد للبيع ونباع أخرتها بمبلغ 9.3 مليون دولار. أنا الحين بس قاعد أحاول أستوعب المبلغ على تيشيرت مجرد فانيلة كان لابسها مارادونا ومعرق فيها، ما أعرف. طبعا المضحك في الموضوع أن اليوم اللي أنا قاعد أصور فيه هذه الحلقة في مزاد ثاني بعد على الكرة اللي سجلها بيده، إيه نعم، والمتوقع أنه بيبتلي المزاد ب3 مليون دولار. وأنا قاعد أسوي مونتاج المقطع طار موقف وقريت خبر خلاني أوقف المونتاج وأصور هالبارت مباشرة، لأن قريت إن الكرة فعلا انباعت ب3 مليون وشيء. بس مو هذه الصدمة إن الشخص اللي باع الكرة هو حكم المباراة التونسي نفسه، إيه نعم، احتفظ بالكرة من المباراة نفسها، وبعد 36 سنة قرر يبيعها وحصل 3 مليون وشيء. المهم يا جماعة، أتمنى فعلا تضغطون على زر الاشتراك، لأن إذا عجبكم هالمقطع عندنا مقاطع أقوى وأحلى وأغرب قادمين حق كأس العالم بإذن الله. إذا تبون تشوفون مقاطع أكثر تقدرون تضغطون هنا، وإذا تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هنا. نشوفكم مقطع قادم. باخذ الكاس وياي.